ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقيت سيدة متوسطة العمر يوم الاثنين حتفها في حادث خطير بسبب ثور هائج نواحي الرباط. وقال مصدر موقع سيت انفو ان الضحية كانت تتواجد بسوق الاثنين التابع لمنطقة عين عودة ضواحي الرباط قبل ان يهاجمها الثور الذي اخترق مكان احتشاد المواطنين. واوضح المصدر عينه انه جرى نقل السيدة الضحية الى مستودع الاموات بالرباط، مبرزا ان الثور تسبب ايضا في اصابة مواطنين اخرين بالجروح. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.